أسعد الله أوقاتكم، موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في مدينة دوما بريف دمشق إلى 15 مدنيا وعشرات الجرحى إثر قصف جوي وصاروخي، كما سقط أكثر من 10 شهداء بمجزرة ثانية بعربين إثر قصف للنظام بالصواريخ الفراغية وقذائف الهاون والمدفعية. ارتكب طيران النظام مجزرة مروعة في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا راح ضحيتها أكثر من 25 شهيدا وعشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال إثر إلقاء طيران النظام المروحي براميل متفجرة على معصرة للزيتون في المدينة. كما قام طيران النظام باستهداف المشفى الميداني في مدينة نوى والتي تم نقل الجرحى إليها، ما أدى إلى خروج المشفى عن الخدمة. استشهد مدنيان في أريحة بريف إدلب جراء قصف صاروخي من قوات النظام، فيما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على ناحية التمانعة وقرسكيك وأم جلال وأوريم الجوز، ما أدى إلى سقوط جرحى مدنيين. استهدف الثوار بقذائف الهاون الفرقة 26 التابعة للنظام قرب قرية تير معلى بريف حمص، بينما قصفت قوات النظام مدينتي تلبيسة والرستم بقذائف المدفعية. من جهة أخرى قتل تنظيم الدولة 18 عنصرا للنظام خلال اشتباكات في قريتي الحفر والحدث، كما دمروا دبابة وعربة بإمبير قوات النظام خلال اشتباكات عنيفة في المنطقة ذاتها. دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام على جبهة مطار دير الزور العسكري، بينما شنت الطائرات الروسية غارات على أحياء المدينة ومحيط حقل الخراطة وقرية حوايج الذياب، في حين استهدفت طائرات التحالف الدولي حقول التيم والعمر والتنك والجفرة النفطية بريف دير الزور. شنت طائرات التحالف الدولي غارات على جنوب وشمال مدينة الرقة، في حين انفجرت سيارة مفخخة على مدخل بلدة سلوك بالقرب من حاجز تابع للميليشيات الكردية. أما في الحسكة فقد اندلعت اشتباكات بين تنظيم الدولة والميليشيات الكردية في قريتي السرب وتلباروت جنوب المدينة، في حين قامت الميليشيات الكردية بجرف وتدمير بيوت المدنيين في قرية العميرية في ريف تل براك الجنوبي. نهاية الموجز بأمان الله.